قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. سيارة هكذا بيب 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 بيب. أحسنت يا ياسر. حسناً الآن سوف يخرج القطار من المحطة. توت 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 توت. هيا يا نورة، لقد حان وقت الصلاة. انظري يا أمي، ياسر منتبه الآن ويكرر ما أقوم بتعلمه. أخشى إذا توقفت أن يشعر بالملل ويفقد تركيزه. هذا جيد، هيا لنصلي وسوف ينتبه ياسر لنا أثناء الصلاة وربما يكرر ما سنفعله. لا تتهاوني في إضاعة وقت الفروض يا حبيبتي. هذه فكرة رائعة يا أمي، سوف أستعد. خطأ عليك يا فواز. نعم صحيح، هيا قم بتسديد الكرة على المرمى. انتبه جيدا يا بدر، لا أريد أن أخسر الجولة. هيا يا أولاد، لقد حان موعد الصلاة. إنها فرصتي لكي أكسب الجولة. حسنا سدد الكرة. رائع يا بدر، سوف تكون محترفا في حراسة المرمى. لا أصدق، هل قمت حقا بصد الكرة؟ هذا رائع. هيا بنا، الوقت يمضي ويجب عليكم الوضوء في المسجد. سوف نكمل هذه الجولة ثم نذهب للصلاة. لا يا سامي، سوف أذهب لأصلي. هكذا تكون خاسرا لأنك انسحبت. ماذا تفضل يا سامي، أن تكسب جولة في المباراة أم تضيع عليك الصلاة؟ أنت محق يا عمي، لا شيء يزيد أهمية عن الصلاة. أعتقد أنني تحمست بشكل زائد. عندما تنتهون من الصلاة عودوا مرة أخرى لإكمال الجولة. هيا هيا بسرعة حتى لا نتأخر عن الصلاة. هل حقا تصديت للكرة بشكل محترف يا فواز؟ Ha 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 ha